شنو سيارات تجوب المناطق تجي تقول هذه الملة وهذه العشيرة وهذه الطائفة تطلع؟ منين تطلع؟ نريد نخلق عداء؟ نريد نخلق عداء؟ بصراحة ما نستطيع أن نستمر بدولة نطرد أبنائنا بيها. الشيعة أبنائنا، السنة أبنائنا، الكرد أبنائنا. أجي أفتر بالسيارات، أجي أقول هذه الطائفة لازم تعوف ديارها وتطلع؟ على يا أساس؟ وين تروح؟ ومنو يحتويها؟ وثم ماذا؟ أرد أخلق عداء داخلي فيما بيننا؟